على هذه المساحة بنيت أولى أسس التلفزيون العربي السوري من قمة قاسيون عام 1960. كانت الساعات الأولى ليكون أول تلفزيون عربي يدار بخبرات وطنية. بمدة لا تتجاوز ساعتين وبمدى إرسال حدوده مدينة دمشق، استقبلت البيوت الدمشقية إرسال تلفزيونها الوطني. ساعات الإرسال الأولى بدأت بإدارة الدكتور صباح قباني وعدد من الرواد الأوائل فنيا وإعلاميا، حيث انطلقت شرارة البث الأولى الساعة 8 مساء مع إعلان المذيع سامي جانو بدأها. الغريب كانت أول تمثيلية تلفزيونية تعرض على الشاشة الوطنية من إخراج سليم قطايا وبطولة ثراء دبسي، ياسر أبو جبين وبسام لطفي. كارلوس، كارلوس الزبون. أمرك أنت جايب شوربة مو هيك؟ شوربة لكان. شوربة بإيش؟ شوربة بإيش أمي؟ مع الملي؟ كمب 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 هاي. توالت الأعمال الدرامية مع الثنائي الرائد نهاد قلعي ودريد لحام وببصمات خالدة للمخرج خلدون المالح. إلى اليوم وخلف نوافذ المبنى الأزرق الذي يتوسط دمشق لا يزال الصوت السوري يباث متحديا أعداء الصوت والكلمة. التلفزيون من لما انطلق لحد هلا كان قريب من الناس، هي أهم شيء فيه، وإنه هو تلفزيون استمر، وأهم شيء إنه استمر بالناس اللي هني من أهل البلد والناس اللي بيحبوا هالبلد. فتلفزيوننا دايما بقول إن شاء الله يا رب عمي دايما يتغذى أو عم بيغذوه بطاقات شابة، بوجوه جديدة، بإمكانيات جديدة، عم بتكون في متابعة على هذا الموضوع. أنا سعيد كثير بتلفزيوننا العربي السوري اللي فعلا كان هو واقف بالمرصاد كل أعداء سوريا. الحمد لله طول هالفترة ولا انقطع ولا ثانية، وتم استمر بقنواته الثلاثة. التلفزيون هو مرآة الشعوب، وهو حاليا مرآة الحرب الكونية على سوريا. بقينا نعمل بنفس الوتيرة وأعلى بكتير يعني، ونجي الكل يعني مو نجي رغم التهديدات ورغم الوضع الصعب ورغم الطرقات الصعبة خلال قمة الأزمة نجي ونشتغل. التلفزيون العربي السوري له الفضل على كثير من الفنانين والإعلاميين، وأطلق عدد كبير من الفنانين من مطربين ومن ممثلين ومن مطربات ومن ملحنين. التلفزيون العربي السوري تاريخ يبارك لكل الإعلاميين، لأن هي القناة هي القناة الأم اللي هي كان ورح تبقى التلفزيون العربي السوري. يعني هذا الاسم المهني الرائع لكل إنسان بيفتخر أنه تخرج بالتلفزيون العربي السوري، واللي فيما بعد يعني ولدت محطات كتير منه. بدي أترحم على كل الناس الإعلاميين اللي كانوا من المؤسسين هذا التلفزيون اللي بنعتز فيه كتير، واللي رحلوا عن هذه الدنيا، واللي بقي منهم الله يمد بعمرهم أجيال وراء أجيال أكيد عم بتحاول تكمل هالمسيرة بعد هالحقان خلال الكونية. حقيقة خلال 7 سنوات عم نشوف الإعلام كان أحد الأوجه الفاعلة حقيقة في صمود بلد. هنا دمشق، هنا الصوت السوري الذي بقي على مدى 57 عاما يعلو ليكون مرآة تعكس الواقع السوري بألمه وأمله.